استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من السيد دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي والسيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي ونائب رئيس البنك المركزي الروسي وسفير روسيا بالقاهرة كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي. وفي ذلك الاطار تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصاديه المصريه الروسيه التي يدعمها الاطار العام للشراكه الاستراتيجيه بين الدولتين. وهو الاطار الذي يوفر اليات ثنائيه مختلفه للتعاون بما في ذلك اللجنه المشتركه بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي تنعقد دورتها الرابعه عشر حاليا. بالقاهرة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبع للطاقة النووية وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعه والتصدير الى اسواق العديد من الدول في مناطق جغرافيه مختلفه. فضلا عن مناقشه التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الازمه العالميه الراهنه. في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه. والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5%. من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31%. لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30 ونصف. بالمئة. لتصل الى حوالي 2 تريليون وثمانية 838 مليار جنيه بما فيها زياده بند الاجور بنسبه 15% الى 470 مليار جنيه وزياده منظومه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه بمعدل 24% الى 496 مليار جنيه وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه، كما أوضح السيد وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ذكر المتحدث الرسمي أن سيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته وفي سياق جهود الدولة لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين وجه السيد رئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه